مرحبا. سنتناول في هذه المحاضرة التطورات التي جرت في لبنان ما بين العامين 1920 و 1943، وهي الفترة التي تحدد مرحلة الانتداب الفرنسي على لبنان وسوريا، ولكن طبعا بالتركيز على لبنان. كنا قد تناولنا في المحاضرة السابقة كيف أن لبنان وقع تحت الاحتلال الفرنسي بعد انهيار الدولة العثمانية، وبعد ذلك سيفرض الانتداب وستضاف إلى المتصرفية بعض الأقضية في شمال لبنان والبقاع ومنطقة جبل عاملة، ليعلن لبنان الكبير في الأول من أيلول 1920. طبعا سيكون هنالك صراع بين عدة قوى ومجموعات، كل كانت تمتلك تصورا للبنان ولدورها فيه. كانت الكنيسة المارونية هي من أكثر اللاعبين الذين كانوا فاعلين في الدفع باتجاه خلق لبنان الكبير وفقا للحدود التي نعرفها. وكان هنالك تصور، بني تصور على أن هذا اللبنان هو الأمة الجبل كما نادى الأب اليسوعي أنري لامنس، وملجأ الطوائف المضطهدة بين مزدوجين من الحكم الجائر بين مزدوجين. فبالتالي هذا سيستهوي أيديولوجيا نقول الموارنة وبعض الأقليات الأخرى، فيما أنه سيلقى معارضة من قبل عامة المسلمين أكانوا سنة أو شيعة، إضافة إلى معارضة الكثير من الروم الأرثوذكس. لماذا؟ هنالك البعد الطائفي، ولكن البعد المغيب هو البعد الاقتصادي الاجتماعي، وهو ارتباط النخب المسلمة وأيضا الأرثوذكسية بالداخل الشامي تاريخيا. ففي عقد العشرينات ومن ثم بداية الثلاثينات سيكون هنالك معارضة من قبل الكثير من النخب لقيام لبنان الكبير، وسيكون هنالك عدة مؤتمرات ستعرف بمؤتمرات الساحل لأنها ستعقد في بيروت وطرابلس وصيدا، تعارض قيام دولة لبنان الكبير. في نفس الوقت كان هنالك مسعى فرنسي للتخفيف من الوجود العسكري في المنطقة، وكان هذا بالتوازي أيضا مع قرار بريطاني في نفس الشأن. لماذا؟ لأنه بعد نهاية الحرب العالمية الأولى جرى تسريح مئات الآلاف بل ملايين من الجنود من الخدمة الفعلية، وذلك بسبب الأعباء الكبيرة التي كانوا يفرضونها على الخزينة. وبحكم انتهاء الحرب العالمية الأولى كان على هؤلاء أن يعودوا إلى حياتهم المدنية، وهذا سيخفف من حجم الجيش الفرنسي والبريطاني، وبالتالي سيعلن قيام أيضا جيش الشرق من عناصر محلية في لبنان وسوريا، كان جيشا واحدا. وبعد ذلك ستقوم وحدات من جيش الشرق بعد الاستقلال في لبنان من تشكيل نواة للجيش اللبناني. كان هنالك معارضة من النخب السورية لقيام لبنان الكبير، وأيضا لتقسيم سوريا إلى أربع مقاطعات كبرى، هي دولة حلب، دولة دمشق، دولة جبل العلويين، دولة جبل الدروز، وسنجق اسكندرون الذي سيلحق في العام 38 بتركيا. نتيجة
هذه المعارضة سيحصل أو ستقوم ثورات عدة في سوريا من قبل نخب متعددة، كان أولها ثورة إبراهيم هنانو في حلب، ولكن كان أكبرها ثورة جبل الدروز في العام 22-23 التي سيلجأ من بعدها قائد هذه الثورة سلطان باشا الأطرش إلى الأردن، ويجهز نفسه بعد ذلك للقيام بثورة كبرى في سوريا ستعم كامل سوريا وأجزاء من لبنان بين العامين 1925 و1927، وبنتيجة هذه الثورة ستتراجع سلطات الانتداب عن قراراتها بتقسيم سوريا، ولكن هذا سيأخذ بعضا من الوقت قبل الإقرار بذلك، وسيدفع السلطات الفرنسية لتنظيم أمور الحكم المحلي في لبنان وسوريا عبر نقل نسبي للسلطة لنخب محلية، وهذا سيؤدي إلى إعلان الجمهورية اللبنانية وإقامة الدستور وانتخاب رئيس للجمهورية هو شارل دباس، ورئيس للحكومة سيكون بشارة الخوري. لماذا تم اختيار أرثوذكسي رئيسا للدولة آنذاك؟ كان السبب بديهي، وهو معارضة معظم النخب المسلمة لقيام دولة لبنان. فبالنسبة للسلطات الفرنسية فإن اختيار أرثوذكسي من العائلات المرتبطة بمصلحتها الاقتصادية بفرنسا مثل آل دباس يخفف من وطأة معارضة النخب المسلمة لهذا اللبنان، وتعويضاً عن عدم تسمية ماروني رئيساً للدولة فقد تم تسمية شارل الخوري رئيساً للحكومة، وتم التجديد، يعني كانت رئاسة شارل دباس يجب أن تكون لمدة 3 سنوات، تم التجديد له في العام 29، وكان ذلك في ظل صراع بين زعامتين مارونيتين تكونتا آنذاك، شارل الخوري من جهة وإيميل إدي من جهة أخرى، فيما كان البطرك الماروني يلعب دور الحكم فيما بينهما. في سوريا بعد انتصار الفرنسيين على الثوار في العام 27 سيهرب سلطان باشا الأطرش برفقة أتباعه إلى وادي سرحان في المملكة العربية السعودية لمدة 10 سنوات سيقيم هناك، وفي هذا الوقت سينتقل النضال إلى نخب برجوازية حلبية ودمشقية ستأتلف في ظل ما يسمى بالكتلة الوطنية في سوريا، ومن أعلامها عبد الرحمن شهبندر، جميل مردم، شكري القوتلي وغيرهم كثيرون. في هذا الوقت في لبنان كان الصراع قد احتدم في العام 32 ما بين بشارة الخوري وإميل إدي، ما سيدفع بالمندوب السامي الفرنسي إلى تعليق الانتخابات وتعليق الدستور وفرض حكم مباشر. حتى العام 36، في ذلك العام كانت فرنسا في أزمة سياسية أدت إلى وصول اليسار إلى السلطة لمدة عامين برئاسة رئيس الحكومة ليون بلوم، وكان الاشتراكيون الفرنسيون على استعداد نسبياً للنظر إلى مطالب سكان المستعمرات والأقطار التي تحكمها فرنسا. من هنا كان هنالك استعداد لتوقيع اتفاق مع النخب السورية واللبنانية بالنسبة للحكم المحلي، وكان الدافع الفرنسي أيضا هو كسب ود سكان المستعمرات بين المزدوجين والبلدان التي تحكمها في ظل تصاعد الخطر النازي في أوروبا مع صعود هتلر
في ألمانيا النازية. هذا دفع الفرنسيين إلى توقيع اتفاقية العام 36 مع الكتلة الوطنية السورية. بموجب هذه الاتفاقية كان على فرنسا أن تعترف بوحدة سوريا الحالية، يعني وحدة دمشق وحلب وجبل الدروز وجبل العلويين ومنطقة الساحل السوري، على أن يعترف أركان الكتلة الوطنية السورية بلبنان بحدوده الحالية، هذا من ناحية، وأن يقبلوا بالتعاون مع الفرنسيين. عندما حصل هذا أدى ذلك إلى إحباط الكثير من النخب المسلمة في لبنان الذين ارتضوا أن يقبلوا بالأمر الواقع ويتعاطوا مع لبنان الكيان. من هنا فإننا سنرى أن شخصيات مثل رياض الصلح الذي كان معارضاً للبنان الكبير سيقبل بهذا اللبنان، وبعد ذلك ستتطور هذه إلى شراكة ما بين رياض الصلح وبشارة الخوري، سينتج عنها في وقت لاحق الاستقلال، ولكن قبل ذلك سيكون هنالك عدة تطورات. من نتيجة هذه الاتفاقية بين السوريين والفرنسيين أن النخب المسلمة والأرثوذكسية في لبنان ارتضى القبول بلبنان الكبير، وكانت السلطات الفرنسية تحارب كل حزب لا يأخذ منحى طائفي آنذاك. من هنا فإنها لم تحارب فقط الحزب الشيوعي الذي كان قد نشأ في العام 1924 في لبنان، والحزب السوري القومي الاجتماعي الذي كان قد أسسه أنطون سعادي في أواخر العشرينات أوائل الثلاثينات من القرن الماضي، ولكن أيضا الحزب الجمهوري الذي كان قد تأسس من قبل بعض العائلات البرجوازية الأرثوذكسية والسنية وغيرها. وكانت الكوتا الطائفية قد فرضت في مجلس النواب منذ العام 26. من هنا فإن هذا سيدفع النخب المسلمة أن ترتضي بالصيغة الطائفية للتعامل مع هذا الكيان أو مع هذا البلد أو مع هذا النظام السياسي، وسيصدر مرسوم عن سلطات الانتداب بتشكيل المجلس الشرعي الإسلامي والذي كان يضم السنة والشيعة والدروز. ومنذ ذلك الوقت كانت السلطات الفرنسية قد بدأت تحاول كسب ود بعض النخب الشيعية في مقابل يعني أو لمحاولة قسمة هذا البلوك الإسلامي، ولكن هذا لن يحصل إلا في وقت لاحق بعد ثلاثة عقود من الزمن. في هذا الوقت بعد إقرار المجلس الشرعي الإسلامي كان على الدولة اللبنانية أو الكيان الطائفي اللبناني أن يرضي المسلمين عبر تسمية رئيس للجمهورية هو إيميل إدي من قبل المندوب السامي، وأيضا تسمية أول رئيس وزراء سني مسلم هو خير الدين الأحدب، وبهذا أرسي العرف في أن يكون رئيس الجمهورية مارونياً ورئيس الوزراء سنياً. ولأرضاء الشيعة تم تسمية رئيس مجلس النواب جرى العرف أن يكون شيعياً، ولأرضاء الأرثوذكس جرى العرف أيضاً أن يسمى نائب رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس النواب من الطائفة الأرثوذكسية. أما الكاثوليك الذين كانوا أصغر حجماً ولكنهم أكثر ثروة فقد جرى العرف أقله في العقود الأولى من الاستقلال أن يكون وزير المالية من الكاثوليك.
في هذا الوقت كان الدروز يطالبون أيضا على رأسهم كمال جنبلاط الشاب، يعني سيبدأ بدءا من العام 44 بالمطالبة بدور للدروز بحكم أنهم مؤسسين للإمارة التي أسست الكيان. في هذا الوقت كانت سلطات الانتداب تعمق من توسع النظام الرأسمالي في لبنان، تجذيره عبر انتقاله إلى الأرياف أو تغلغله بالريف، وفرض سلطة من الدولة الرأسمالية التي تديرها سلطات الانتداب على قطاع الانتاج في الريف، وقد تمثل ذلك بفرض الريجي بنشر زراعة التبغ والتنباك في الريف لتحل مكان إنتاج الحرير الذي كان قد ضرب في أواخر القرن التاسع عشر أوائل القرن العشرين، وليحصل بعد ذلك طفرة في إنتاج التبغ. ولكن هنا كان الفلاح يأخذ نظر اليسير من إنتاجه فيما يذهب العائد الأكبر لشركة الرجيل المملوكة من سلطات الانتداب ومن البرجوازية اللبنانية. هي طبعا لديها امتياز وتديرها الدولة، ولكن هنالك مساهمين كانوا من قبل القطاع الخاص. فهذا سيؤدي إلى مزيد من إفقار الريف، وسيتوجه الكثير من أبناء هذا الريف تحديدا من جنوب لبنان والبقاع هذه المرة للهجرة إلى أفريقيا التي كانت قد بدأت تظهر فيها علائم الاستغلال الرأسمالي المكثف من قبل البريطانيين والفرنسيين. ومن هنا فسيذهب اللبنانيون للعمل هناك في خدمة المستعمر، وسيكونون ثروات كبيرة سيكون لها أثر في وقت لاحق على التطور الاقتصادي والاجتماعي في لبنان. في بداية الأربعينات كانت فرنسا قد هزمت على يد ألمانيا وتم احتلالها، وحاول النازيون كان النازيون يهددون النفوذ البريطاني في شمال أفريقيا مع رومل، وكانوا يتقدمون في العمق الروسي، وبدأوا يشجعون حركات استقلال في منطقة المشرق العربي، ومن ضمنها رشيد علي الكيلاني الذي تمرد على الوصاية البريطانية على العراق، فأرسل النازيون مساعدات له عبر مطار رياق في لبنان، وكانت سلطات فيشي قد تعاونت مع الألمان بحكم أنها كانت محتلة من قبل ألمانيا، وهذا جعل البريطانيين يرنون بأنظارهم إلى لبنان وسوريا لاحتلالهما تحت ذريعة إبعاد الخطر النازي عن قناة السويس وعن منطقة الخليج. لذلك ففي ربيع وصيف العام 41 ستقوم القوات البريطانية مدعومة من قوات من فرنسا الحرة بقيادة شارل دوغول باحتلال لبنان وسوريا، و ستصدر وعود بإعطاء لبنان وسوريا استقلالهما. مسألة الاستقلال هي مسألة بحد ذاتها إشكالية، لأنها جرت ليس فقط نتيجة مطالبة نخب محلية بالاستقلال، ولكن أيضا نتيجة اندفاع فريق من البريطانيين لإخراج فرنسا من منطقة المشرق، وأساس هؤلاء كانوا الموظفين البريطانيين التابعين أو الذين عملوا في الهند، أي في خدمة حكومة الهند التابعة للتاج البريطاني. وكان الهدف من ذلك هو توسيع إطار الدفاع عن الهند والمحيط الهندي البريطانية، والذي كان جزءاً من الاستراتيجية البريطانية منذ القرن التاسع عشر. هذا جرى في مقابل معارضة من قبل وزارة الخارجية البريطانية التي كانت تريد تحالفاً مع فرنسا الحرة، وذلك للاعتماد على فرنسا في موازنة النفوذ المتصاعد السوفيتي والأمريكي
لترتيبات ما بعد الحرب العالمية الثانية، خصوصا بعدما تبين أن هزيمة ألمانيا مسألة وقت، وكان ذلك في صيف العام 43. هنا بدأ الجنرال سبيرز في لبنان بالدفع باتجاه الاستقلال كذريعة لإخراج فرنسا من منطقة المشرق، وهذا سيحفز الكثير من النخب الوطنية في سوريا للاستفادة من هذا الدعم من أجل المطالبة بالاستقلال. وبالتوازي مع ذلك كانت ستتشكل شراكة من قبل رياض الصلح وبشارة الخوري للمنادات بصيغة بالنسبة للبنان أن يكون محايداً لا شرق ولا غرب، وأن يقر ميثاق وطني لتوزيع المناصب الأولى في الدولة وفقاً للتوازن الطائفي، وأن يدعو لخروج الانتداب الفرنسي. بنتيجة ذلك سيجتمع مجلس النواب في تشرين أول ويجري تعديلات بدعم من هذين الزعيمين، تلغي بنود التي تعطي صلاحيات للمندوب السامي الفرنسي من الدستور اللبناني، وبنتيجة ذلك سيقوم المندوب السامي باعتقال رئيس الجمهورية المنتخب بشارة الخوري ورئيس حكوماته رياض الصلح وبعض الوزراء. لكن الضغوط البريطانية وتهديدهم بالتحرك العسكري إضافة إلى اندلاع المظاهرات بالشوارع أدت إلى قبول الفرنسيين بالأمر الواقع وأعطاء لبنان وسوريا استقلالهما، وهذا وذلك في 22 تشرين الثاني 1943. لكن خروج القوات الفرنسية لم يحصل من لبنان وسوريا إلا في أواخر العام، في أواخر العام 45 أوائل العام 46 بالأحرى، كانون الثاني 46 من لبنان ونيسان 46 من سوريا. وبذلك يكون لبنان وسوريا قد أنجزا استقلالهما. وبذلك نختم محاضرتنا 12 والتي ركزت على لبنان في مرحلة الانتداب، وفي المرة المقبلة سنركز على التحولات التي جرت في لبنان في أواخر الأربعينات أوائل الخمسينات وحتى منتصف الستينات من القرن العشرين. وشكراً.